سلام، مرحبا أحبائي الأعزاء، كيف هي أحوالكم أحبائي؟ من هنا تنطلق قناتي، قناة الترددات، في تلبية طلباتكم والرد على كل تساؤلاتكم حول قنوات النايلسات وقنوات هوتبيرد وقنوات عربسات. اليوم سأوافيكم بقناة جديدة ظهرت اليوم فقط. قبل ذلك صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن من القائمة الرئيسية من نختار التركيب ثم قائمة تي بي. عندما نضغط على زر إضافة التردد تظهر لنا هذه الشاشة. نضيف التردد 12.5 57، معدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي V. على هذا التردد أحبائي ظهرت قناة جديدة تحت اسم SBC HD، كل ذلك على القمر الصناعي الهوت بيرد. سنوافيكم أحبائي بأخبار هذا القمر وكذلك أخبار قنوات القمر الصناعي أنايسات. دمتم أحبائي في رعاية الله وحفظه. سلام.